بك ماشي كي مشى صاحبي كي بداو يعيطوا صاحبي والله يجي حشومه. انا كتر اللي كندير دابا قول لي مالك علاش الناس كيكتبوا عادل جاويل كلشي كيكتب عادل جاويل في خويا كومنتات كعيتي هبط مالك انت معايا مهندس مالك معايا ما والله يا خويا ما جبتك اقسم بالله ما خاصكم جبتك تعرفوا واحد الحاجه الزبير الزبير بحال هكا كيكون بحال هكا مش كي كيفاه كطيح لي شي حاجه في باله راه هكا عصبني هذا اللايف هذا بنادم كيعيط تعصبت انا دابا دابا تيعيط لي اش انا خويا دابا انا داير لايف قولي دابا كنحس براسي وحيد انا بوحدي والله صافي هادشي دابا علاش مشاو عليك والله انا كنحس براسي وحيد جدا. كنخلي بلاصتي ها اي واحد قال لك مرحبا انا امين شوف العام غنوريك واحد اللعيبه بالزربه باش نفقسك نوريك واحد اللعيبه باش نفقسك مزيانه مني دابا طارت هذا الفيديو زعما شطاكيتوني والله ما هاك 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 قول واحد زوج ثلاثة انت واحد زوج ثلاثة تراتن تران بصحتك تران 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 بصحتك بصحتك زعما تران بصحتك أمين أنا أمين العوني من المغرب كتعرف أنت هذا شكون هذا؟ لا واحد فان هذا فان ديالي فان هذا ديما كلاون تيبقى يقول لي كنتفرج فيديوهات لا فان ديالي هذا راه خويا فان راه ديالي أنا تندير فيديوهات على وعسو وداكشي ديما لا تيبقى راه يكتب فان أنيا ديالي اصاحبي هذا امين العوني كيتفرج فيا بزاف شو أصاحبي لا راه فان زيد كي يسالت لي ميساج كيقول لي اه حبيبي بارطاجي لي فان هو اللي كي ديال التاريخ ياك كي داير لك ديال التاريخ هو العوني لا ضريف ضريف نحيدو هنا حيت يبدا هو انا العاوني ضريف مسكين هو ضريف لا ضريف ضريف اه واش بصح لعب غدا انت مات لاعب غدا العاوني هو اللي كيرسموه القصيرات كيبداو يرسموه كي تمدح في كتعقل فاهم توبير واعر كيقصر كور لا ما نهضرش انت انا هضر شوف انا قول كلمة في حقي عندي راسي ساهي ولا غادي يمشي غير يلعب معانا كره يضرب ربع ساعه غادي يعيا حيت انا عارف زعما كنكون هاكا نتمشى ولا شي حاجه كتعيا اصبر اصبر يلا غنمدحك سير يلا قلت خونا فهمتي غادي يضرب واحد ربع ساعه غادي يعيا حيت كنكونو كنتمشاو كنبدا نهز اللعيبات دخل الماتش ضربو السونزاري دو كمل طالع ليهم شو ديالهم شنو دفاع كان هجوم الوسط كل شيء كمل ليهم شو زعما شو زعما حيت عم تمدح فيه انا ما مسوقش انا ما مسوقش انا اللي كنسمعك ما مسوقش انا ما مسوقش انا اللي كنسمع هذاك جمهور الفان كيسمع كتب لينا كتحتقروني الاصدقاء سي لا دري دري امين العوني كيبدا هو اللي كيدير فيديوهات ياك كي كيبقى يقول افين 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 واحد السؤال الفيديوهات ديال العونه الاخوان ساهلين جدا شنو كدير اعطيني شي موضوع اعطيني شي موضوع انا نقول لك كيفاش كيدير سير هضر على خوارزمي غادي نمشي في جوجل نكتب الخوارزمي ايه هذاك الشيء اللي كاين غادي نحفظه عندي يومين نحفظه ونبقى نهضر قدام كاميرا على الخوارزمي وكنزيد حاجه واحده شنو هي افين افين هذا هو العوني بلا ما يجي يبدا يصطحكم بادمغه وديك ما كنبغيش نهضر ما كنبغيش نهضر صراحة هو صافي الا كانت شي حاجه كذبنا عام 1900 دراري بلاتي بدا الخوارزمي طاحت عليه الفكره فوق راسه مشى دار من هنا انا تشيت واحد الحاج الدراري طاقي ولي ليفربول طاقي ولي ليفربول الله يرحم انا لعب ماتش غداك فهمتيني فهمتك دابا نتايا ندبروا على راسنا من دابا حتى امين العوني الفان ديالنا باغي يطلع عمرك شي غليظ كيلعب كوره في شي ماتش كبير بحال هكا تخيل الساط احترف سي امين والله حتى يلاه جبدناك بالخير يا هذا امين تبارك الله تخيل عليك شوف داك الشيء اللي يلاه كدير جبدناك واعر بالخير قلنا داك السير كنستفدوا كيضرب منك تبارك تمارة في الله الفيديوهات لا اللي كيبدل داك السير السبورت شوف تبارك الله صراحه
انسان ما بيطاري. شو انا بحال هكا مشعكك انا كامل. انا قلت له والله شو ده يا راه، قلت لهم داك السيد كيضرب تماره في الفيديوهات كيفكر كيقرا الكتوبه سبحان الله وتتبع. كتقول لي هادشي فهري ياك قدامي يكون عاد شي فهري وانا غادي ندير تورناج يومين انا وانا كنتورني زعما كنتورني. يلا قلت لهم قلت لهم السيد اسمع لي يلا قلت لهم السيد الحلقه راه سيمانه وكيكتب حدايا في البيسي. كنت حداك كنت حداك وانت كتكتب وانا كنت كنشوف من بعيد كنشوف وكتكتب شوف ومركز. خذوا راحتكم الحقيرين خذوا راحتكم والله لا شوف ياك راه ياك انا كنضرب تمام على واحد الفيديو غادي نبارطاجي ياك وانا عارف راسي غنهبط تقول لهم ديروا ديزلايك كذا. واحد التصويره واحد السؤال واحد السؤال الله يرحمك العادي تسمع طارق طارق وخالد كاينين في اللايف سمعوا هذيك التصويره اللي حتي في الستوري زعما انت في البيسين باش تبان سيكسي علاش السؤال. ولكن عرفت تعرفوا ان امير العوني مؤخرا راه كيبقى يهضر على الزواج على الزواج باغي يتزوج باغي يكمل دينو هذا هو الموضوع. انسان متزوج كنكونوا مريحين هذا الامور. المهنه ديالي هو انسان باغي يتزوج السيجي هذا خونا خرج لها نيشان صافي قول انا باغي نتزوج علاش تبقى دير في داك التمويه هضر 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 يا العنيبه واش ما باغيش تتزوج؟ السؤال اللي كسي عادل واش ما باغيش تتزوج؟ سولو اللي كتقول باغي نتزوج انت راه كتقولها تبيك من الداخل حبسي سي زومير كنسولك حتى انت واش باغي نتزوج؟ معلم اذا انت معايا في الفريق ندوزو العديل. انا الاخوان عرفت القيمه ديال الزواج ملي بقيت بوحدي اجيكم نيشان انا باغي نتزوج. ومشيتي للجديده زعما وكذا سكري كتحوحط في المدن كيفاش بلانك؟ لا انا شوف غدا غادي للجديده لاعبين ماتش واسمع العوني لاعبين 11 غدا وكيف ما العاده كيبداو يحقروا الغلاط وداك الشيء غدا بغيت نبين لهم الكره اللمسه. شوف انا بعدا معول عليك عارف حنا كنشجعوك حنايا كنتي غاز ولا انصر اخاك ظالما او مظلوما حنايا معاك كيف ما كنتي يسير الله يسهل عليك غاز او مظلوما اللي قال ما غتربحش ما غتربحش والله تلقى في جوجل اقسم بالله والله انت شاف في جوجل هادي ماشي ديال ثقافه عامه. لا هادشي هادشي شو انا عندي افراسي ما شاء الله الله يكمل عليا الله يحجب لي نسولك عليا سير عاوني نسولك. نعم سيدي نلعبوا نلعبوا اسئله اسئله في حدود. لا يا سيركو في حدود كول مثلا الى جينا وقلنا لك تختار انفلونسوز تبغي تجوج بها الجمهور كامل عارف لا عارف هو عارف شكون هضر طريق وانت با كنهضروا معاك دابا اذا انت كذاب اذا انت كذاب اوكي ولا هضر معانا هذا ودابا سولنا حنا اسئله ديريكت اصاحبي مثلا دابا الا قلنا لك لا غير مثلا هاني تقدر تهضر معانا اصاحبي لا ما كاينش لا ما عنديش لا والله تا هو كيهضر عنده واحد السميه في راسه وي انا وديك السميه هذه ما قادش يهبط انا عندي بزاف انا بالكثره العاوني الزهوالي لا فيما يرضي عادل وديك السميه هي اللي في راسي انا وفي راس طارق وفي راس خالد وفي راس اللي كتبوا كتبوا شي سميه ديال شي انفلونسر لا ما تكتبوش على عاوني هذا انا ملي كتبوا في الكومونتير هذيك الرايه تما حيدها عفاك. شو الناس لا سوينكا قال لك راه قال لك سوينكا راه ولاو فيه ثلاثه غير ولاو ثلاثه 17 لايف الزبير بوحدو فيه خمسه. صبر 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 سوينكا صبر معنا سوينكا بقى لا مشى لا بلاتي واش خبارك ما كاينش غير ثلاثه فيه حتى اربعه ها ودابا هضروا معانا. شوف الناس يكتبوا شكون الانفلونسرز اللي اللي دري مع امير حنز حنز طلع شي واحد والله حتى بحال ولا اربعه شنو هذا
ولكن مظلم بالله لا 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 بلاتي ما كصاحبي في الظلام مالك اشعل الضو ها دابا مزيان وانا تريني ناد تريني تريني يا صاحبي نطريني من الهضره الناس في الكومونتيرات اقسم بالله عمرني ترينيش مع الساط الصباح سوينك وما ترينيش لك بالله هذا راه موجه لك واحد الفيلم نتا موجه لك فيلم بوحدك انا بوحدك زبير علاش انت دايرها علاش 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 ضحك زعما والله سوينك طلعتي والله يتبلى الحياه ولا خليني اسكت دراري دراري سامي مين كيطلع سوينغ انا ما نقدروش نكمل في السيجي اللي كنا كنقول اه حيت صعيب احترام سوينغ والله الا شوف كنا الدراري طلعتي انتما كاملين مزوجين مش تسويش في هذا ثلاثه اه دابا شوف سوينغ دابا شوف دابا خويا حنا جينا طالبين راغبين الراي ديالك اه نصحنا نصحنا دابا زعما نعاودي سكت غادي نهضر دابا انا خويا سوينغ باغي نكمل ديني ولكن انصحني صوم مزيان شنو نصح اللي نصحك واش نزعم ولا ما نزعمش سؤال مهم بعد انت فهمت دير عليها حلقه اني تفهم اشنو فهمت الزواج هو صراحه اي نصيحه هنا لازم نصحك في لايف وكيتفرجوا بك 53000 واحد تكون صعيبه فهمت صافي دوز بريفي حيت هو لا راه غير ما قدرش يقول هو عنده النصائح ديالو نيفو شويه ما قدرش يقول لهم هكا مباشره تكون شويه سيريو ولكن النصيحه اللي بغيت نصحك هي انه ماشي خاص تقول الزواج خاصني نديرو وانما خاصني نجي واحد المرحله ايطاب في حياتك بلا ما تحس طبعا شر لا بد منه نو بمعنى مش انت خاصك شو انت غير قلت انه ماشي تلقى واحد السيده اللي كتفاهم معاها مزيان بسببها غادي تزوج ماشي غادي تقول بغيت نتزوج باش تقلب على السيده واش فهمتي شنو نقول لك شنو الفرق اه والله تفهم اقسم بالله تفهمت شنو فهمت الزوبير شنو فهمت الطير عامل شنو فهمت الزواج هو مرحله من الحياه لا بد منها اه زيد وخاص تلاقى مع شي بنت الناس اللي تكون نفس الكاركتير اللي تعاونك في الحياه زيد دابا هو كيهضر وانا كنتخيل نفس الكاركتير ديالو كنتخيلو انت ومرتك كيفاش عايشين انا زيد اخي وكاينه البرانكات خي مصطفى زيدنا شو راه هذا زيدنا اخويا حنايا بغينا نستافدو زيدنا نستافدو منك لا اخويا انا مازال انايا الحياه عندي مازال ستوب واش هو ستوب هاد الجوج الصاد بنتي لي انت راه قربتي لا والله تقرب شوف شي العوني عنده واحد 3 شهور انا ديما قريب ما شفتينيش لابس جلابه من دابا شوف اه صافي سيدي عرفتي راه ملي كنتلاقى معاك يكون لابس بحال هذاك اللي غادي يخطب ديما واجد ديما حاضر في اي لحظه كدا واجد كتمريح معاه في واحد الشيماع وكانوا معانا ناس كثار عرفتي كيفاش كيبريزونتي راسو راه بحال اللي كيخطب اه نقول انا خدام والله درت له وشفتها بعيني ديما كنتري الحمد لله وديك النهار لقيته في واحد الكونفيرونس كيبدا يقول لهم هو العاوني تيخ في راسك هو ما تقش والله ما عمري في راسي اقسم بالله حياتي قلت انا هو كي غلط والله ما تيق والله ما تيق بالله مصايبك حلو يقول لهم الله يتبسط خويا سوينغا شكرا اخويا طلعتي معنا في اللايف بغيت نخليكم خدامين بقا تفرجوا علينا في ريق الناس مرحبا خذ راحتك من الدراري الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك او الدراري دابا ناخذ اليوم التجربه دابا كنت عاوني انت داير زعما شمال اش بس شو قبل بس هتنزل هذا قاعد تدوروا لي انتم ديما زوجة سوينغ
ما اسمعني اسمعني، في الدار كتبقاو تدوروا لي الصنطه اوكي، حنا دابا مع الاخوان والناس والحياه صافي وران كدا. صبر صبر اشنو اصبر لا ما كاينش الدراري واش كتشوفوني كتشوفوني ما فهمتش انا علاش يديروا لنا هذوك الرايات كيفاش واش حنا انا ما رايات اصاحبي انا ما كنشوف حتى شي راي راهو ما تما واللي كيشوف الرايات راه الو دقيقه الو السلام عليكم وعليكم السلام دقيقة دقيقة الدولة دي الآن سأفتح الدولة كنت أشاهد بثكم كنت أشاهد بثكم و... مرحبا أهلا. مرحبا أهلا. اسمي نادت اسمحي لي لقد المرة الفائتة كل واحد تكلمتي معه أنا إحنا اجتمعنا الآن نعم أخيرا فرصتنا أنا اسمي ناستيا أصولي بيلاروسية روسية وأنا درست اللغة العربية. آه جميل. عندما رأيك العوني لقد قال جميل بدون شعور. نعم قلتها نعم. تمام جدا أتشرف بمعرفتكم أنا أتابعكم كلكم منذ أنا أبدأ أبدأ لا لا أبدأ الأول يلا أتكلم أنا الزبير هلال عندي أنت تقلدني صح؟ لا 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 أتكلم أنا الزبير هلال ممثل حكون في رمضان إن شاء الله ماشي حكون ممثل. سأكون اللغة العربية سأكون كلمة واحدة تغلط بها نخطط حمار خليني نهضر مع السيدة لا لا اللغة العربية هضر اسمحي لنا هذه نقاشات خاصة بيني وبين أصدقائي نحن نتحدث هكذا تكلم تفضل سيدي نعم أنا ممثل وممثل وكمان بعمل الضحك في الإنستغرام شو على فكرة زبير فيديو هاتك جدا مضحكة أنا بقى استنى قد نزلته أتكلم على الآن حنتكلم والله من هبطك هذه عشان هو بيتكلم كتير بيسكتش احنا في اللعب عندنا بس خمس دقائق مش كتير ايه انا والله ودوية تاول انا ممثل بعمل قفشات في الانستغرام ما معنى قفشات؟ قفشات يعني ضحك ضحك جميل يعني بعمل ضحك عندما تكونين كاعية عندما ترين ستوري تضحكي انا اضحك كثيرا من ستوريهاتك من ستوريهاتي شكرا الله يجزيك بخير تلفي احلى عندما اتذكر عندك حس مزاح رائع شكرا الله يرحم وكذلك عادل انت ايضا انا ايضا عادل ايديتينج عادل ايديتينج بيو انا تساعد ستوريهاتك احنا نوع استني احنا اوعدك ناستيا اسمك ناستيا اوعدك انه حاعمل ان شاء الله لايف على البرنامج بتاعي انا ساكون في برنامجك انت لا انا اللي ساكون في برنامج يس ارجوك أرجوك. انا اللي حقول لك ارجوك هل ممكن اكون في برنامج أنا أرجوك بالعكس أن تكون على فكرة الجمهور يطلبون مني منذ فترة الزبير هلال نريد ضيفا زبير نريد ضحكا نريد أتعرفين لماذا؟ لماذا؟ لأنهم يحبونك لا لحاجتين أولا لأنني مقبول من عند الله سبحانه وتعالى ثانيا لأنني عازم هو فهمتك يعني تبحث عن خطوة الميساج انديريكت ميساج انا بتكلم روسي شويه روسي مثلا سباسيبا خراشو بريفيت جدا جيد جدا جميل هو قال شكرا جيد مرحبا مرحبا ثلاث كلمات رائعه واو استني هعمل فلتر علشان كده احنا عندنا زعما الجو استني هلو
لا 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 استني دقيقة دقيقة لا تفوق الفلترات عندي شحال خايبين. لا 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 انا زلت انا زلت اللي كوكب الروج. اذا حنتكلم علشان نعمل البرنامج عندك. نعم قيدي.